وبما اننا النهارده بنتكلم عن اهميه التركيز والمهارات الذهنيه، تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير صورناه مع مجموعه من الشباب عن ازاي بيستعدوا للامتحانات، ازاي بيقدروا يحافظوا على تركيزهم خلال الفتره دي. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره ثانيه. بستعد بالامتحانات بان انا بسامرايز الدرس كله بالنوت، ولما بحس اني بكتب الدرس بحس اني يعني كده حفظته او كده فهمته. براجع النوتس بتاعتي اللي انا كتبتها في الفصل، واللي هو مثلا كنت حاجه مطنشاها بركز عليها. انظم جدولي اول حاجه، نشوف احنا امتحان ايه جاي وعليه ايه وهنذاكر ازاي وكده. اخلي مثلا في وقت المذاكره، وقت التمرين، وقت الخروج برضو. بس ولازم برضو ابتدي بالدروس اللي انا مش مذاكراها كويس. على طول بتمرن اصلا 24/7، فبحاول على قد ما اقدر الم المنهج، وصاحبتي هي اهم بتساعدني جدا جدا انا الم المنهج. مامي وبابي لما وقت الامتحان وكده مش بيبقوا متوترين، هما واثقين فيا وكده. يعني ماما بتيجي مثلا تقولي لا يو كان دو ات، انت قدها وهانت وكده. مامتي اصلا عمرها ما بتكون متوتره، هي اصلا اللي بتهديني لما اكون متوتره. يعني هي بتقولي ان انا عملت كفايه، وان خلاص انا اعمل احسن حاجه عندي، يعني مش ما فيش ايدي حاجه تانية اعملها. مامتي بتبقى متوتره معايا قبل الامتحانات، بتقعد تقولي ذاكري قد ما تقدري ومش عارفه ايه وكده. مش بيكونوا متوترين خالص، وبيقعدوا يشجعوني ويقولوا لي جود جوب ان انا اقدر اذاكر والم المنهج في يوم واحد. الحمد لله هم بيدعموني في ان احنا ان شاء الله كل حاجه هتبقى حلوه وكده. معايا بنظم وقتي، لو انا عندي تمرين بالليل بقول للمدربة ينفع تجيبيني الصبح أعمل تمريني بسرعة عشان أرجع أذاكر عشان عندي امتحان بكرة، فبعمل تمريني بالليل وفي نفس الوقت أروح أذاكر. أنا بعمل سكادجول بكتب فيه يعني هو الوقت ده هذاكر، الوقت ده هخرج، وبعديها أروح التمرين الساعة كذا مش عارفة كده. وكمان وقت المذاكرة يعني بحط لنفسي وقت إن أنا مثلا ما أمسكش فيه موبايل أو كده وأقعد أذاكر، بعد كده أقدر أدي لنفسي بريك. بحب برضه إني أقسم أجزاء منهم، لأني لما بقعد أذاكر مادة واحدة في اليوم بحس إني زهقت من المادة دي، فلازم يكون في تنوع. أنظم وقتي بالورقة والقلم، إن إحنا آخد أكتب سكادجول، مثلا أنا الساعة 3 ل 4 هذاكر، وبعديها من الساعة 4 مثلا ل 5 هتغدى أخرج. قبل الامتحان عشان مبقاش متوتره بسمع ميوزك او باخد بريكس وانا بذاكر. او انا مش بكون متوتره اصلا عشان انا ذاكرت كويس وعارفه ان انا هعمل كويس. بحب اروح التمرين، يعني بحس اني كده مبسوطه. بتمرن تنس، وده برضه بيهديني شويه لما بتمرن. اسمع اغاني هاديه، اتفرج على فيلم حلو بحبه.